هل أنت خائف من الشيطان، الجن، العفاريت، الشياطين، الظلام؟ تمشي وتلتفت أحياناً وأنت وحدك، تخاف الشيطان أن يتلبس بك، أن يكيدك، أن يلقي عليك العين؟ العجيب أنت خائف من ضعيف، تدري أنك أقوى من الشيطان، لأن الله قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خايف منه لماذا؟ لماذا البعض منا يخشى هذا العالم الخفي ويعتقد أنه في غائلة من غوائله ستنقض عليه قبائل منه، يتلبسون، يفسدون، يحرقون؟ يا أخي، الشيطان هو نفسه أخبرنا أن السورة، أن آية الكرسي إذا قرأتها عند النوم لم يقربك شيطان. وحبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. فلماذا تخاف؟ أتدري أنك إذا خفت غير الله عشت في عذاب، وإذا خفت الله وحده خوفك الله من كل، أو خوف الله منك كل شيء.